بص انا يعني اقدر اقول لك كده وجهة نظري في ملخص امبارح. بجد احنا بعد فتره طويله من اختفاء الامل احنا قدرنا ان احنا نعود من جديد. احنا قهرنا التحكيم وحاجه كانت امبارح عليه علامات استفهام بصراحه، هذا الحكم السنغالي الغير مفهوم بالمره. يعني مش معقول، هو يعني حتى انت لو عايز تعمل حاجه اعملها بشكل غير مباشر. ده كان امبارح الصوره واضحه للجميع، ومش بس الجماهير المصريه هي اللي كانت بتعلق يا كريم او عندها علامات استفهام عن هذا يعني الاداء التحكيمي الاكثر من يعني غير مفهوم. لا، ناس كتير جدا، وحضرتك تقدر تخش على السوشيال ميديا وتشوف، تقدر تخش على القنوات المختلفه والبرامج المختلفه والتحليلات المختلفه وتشوف. ومش بنتكلم على البرامج المصريه فقط، احنا بنتكلم في العموم. فلا، حاجه كانت غريبه. رغم كل ده نقدر نقول مبروك للشعب المصري، مبروك للشعب المصري بس بكل انتماءاته كمان، مش بس بانتماء واحد. احنا بنتكلم عن منتخب مصر في جميع الانديه، في جميع التوجهات، في جميع الانتماءات. فمباراه فعلا نقدر نقول برضو للتاريخ. حقيقي احنا قدرنا ان احنا نحقق شيء محترم، قدرنا ان احنا نغير فكرنا شويه، قدرنا يبقى عندنا امل مره ثانيه. وعلى فكره احنا يمكن عندنا الحته دي قوي، وده حصل امبارح. ناس كتير قوي قوي قاعده بتشكر في كيراش، ناس كتير قوي قوي ابتدت انا مش عارفه انت كانت وجهه نظرك برضه عن كيراش، انا عارفاها. هل اختلفت شويه نقدر نقول؟ مش امبارح اختلفت، مش من الماتش اللي قبل كده، من ماتش كوت ديفوار. لان بصي بس يعني عشان يعني خلينا اتكلم معاكي بصراحه وعفويه، واخد بالك ازاي؟ انا قعدت فتره طويله كل اللي بسمعه وكل اللي بقراه وكل اللي بيتقال انه احنا جايينا بخلفيه ثقيله، وده حقيقي. لو هنبص على السي في بتاعه، سي في من الصنف المكلبز المحترم المشرف، تمام. اشوف لده بقى اماره؟ نتائج قعدت فتره طويله مش شايف لده اماره، من اول الماتشين بتوع ليبيا، مرورا بحاجات كتير، مرورا بالبطوله العربيه، مرورا باوائل مشاركاتنا في النسخه دي من امم الافريقيه، واخد بالك؟ فكل ده مش شايف. صح. وبعدين ما يعني فاهمه ازاي؟ انا وغيري كتير كنا فاقدين الامل. أنا بتفق معاك جدا، ده شيء كان عام، يعني ده تفكير كان عام وده إحساس كان عام، مش أنت بس، فعلا أنا كمان، يعني ضيوفنا اللي كانوا بيجوا المحللين مختلفين. فلا بس فعلا دلوقتي الوضع ابتدى يختلف بشكل كبير، فعلا مباراة للتاريخ زي ما بيتقال. إحنا ممكن نقول من أول ما بدأنا، رغم كمان ركلة الجزاء اللي اتحسبت علينا في أول خمس دقايق، ويعني عادي تماسكنا جيدا، مش مشكلة، قدرنا إن إحنا نسيطر على المباراة مرة ثانية. وده اللي كان عاجبني قوي، إن أنت عارف أنت بتشوف المنتخب بيكسر، عفوا بيخسر وبيفوز وبيتعادل وبيرجع وبيقع وبيقف، هي دي النقطه، هي دي الروح اللي احنا نعرفها عن منتخب مصر. فالحكم السنغالي فعلا كان غير حيادي بالمره زي ما حضراتكم شفتوا، لكن احنا قدرنا برضو رغم كل التحديات دي ان احنا نهزم المنتخب المغربي اكيد الشقيق.